البلديه كملت كما نقولوا النواقص الاخرين من تهيئه حجرات الملابس، تنظيف شويه جدران معناها زينتهم وكل شيء، ومازالت الاشغال، مازالت الاشغال ان شاء الله في المستقبل تروح احلى من هكا. حكيت راني تو تبارك الله عندي 7 أو 8 سنين في بنان راني فيها، دونك حضرت على الترا القديم والترا الجديد، بالطبيعه الاجواء خارق العاده، كل شيء تبدل حتى المورال نتاع الجوارات، طريقه الانترومون، مع الجوارات كيف فرحانين برشا، كميه جوارات وحتى انا من خدمه السائق بالطبيعه مش كيما ترطون كيما، وان شاء الله معناها تعطي نتيجتها مش كيما قلت لكم معناها باش ترانا باش ترانا قدش من عام ترانا على التراب ديما بالله باش تخدم ما تعطيش الفروي نتاعها. توا قاعدين نخدموا في خدمه باعه ترانا جديد وان شاء الله معناها تظهر الخدمة وإن شاء الله معنا الأولاد يفرحون ويعملون بارتي باهية. دور مع بنان سنان إن شاء الله معنا نطلع وسطاد جديد وجروب مزيانة وفرحانين ببعضنا ومع سي الحبيب خدمة كبيرة وإن شاء الله إحنا ومعنا رب. السلام عليكم حسام بالذافي، والله يا أخويا تشوف جروب باهي ولما باهي وإن شاء الله سنين نطلع برا مع تشوف وسطاد وجونا باهي. حسام المدب نلعب من صغير هنا انا برشا سنة في صالح شي يحضر السنة يحضر ان شاء الله يتوج بالطلوع وربي معنا. حسام العريبي جوار عندي برشا مدور السنة في صالح باش يحضر وعبدولة حضر وركح وعندنا جونا باهي امبيونس تحفونا وان شاء الله هذا كل كان بالطلوع. السلام عليكم الجروب باهي تبناه عنده برشا سنة تحقق الحلم نتاعهم ان شاء الله يطلع ترطون باهي وان شاء الله نجيبوا الربي. نشكر كافة أهالي بنان والسلطات المحلية والجهوية على الإنجاز هذا، هذا إنجاز كما يقولوا فريد من نوعه، هذا في وقت وجيز جدا في ظرف 4 أشهر كان عندنا متستار، كان عندنا كما يقولوا بنية تحتية ممتازة جدا، وإن شاء الله معناتها نطلب معناتها من كافة أهالي بنان باش يتلموا مع الجمعية نتاعهم ويعاونوا معهم مع الدعم المادي وحتى بالكلمة الحلوة معناتها ديجا معناتها خارق العادة، فهمتني؟ وربي إن شاء الله عام طلوع السنة. بنان تعيش.